بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معادنا مادة رقم 97 من دورة أوتوبلي ميديا ستوديو، الإصدار الثامن تحت رعاية موقع وقف أونلاين دوت كوم. إن شاء الله النهاردة إخواننا هنتكلم على درس وهو إيرور هاندلينج أو ديباجينج، اصطياد وتصليح الأخطاء. اصطياد وإيه؟ وتصليح الأخطاء. خلي بالك في عندك من بعض الأخطاء اللي ممكن تقابلنا، أخطاء النحوية، طبعا مش تبع قواعد النحو العربية أو تبع قواعد النحو الإيه؟ أو الجرامر الإنجليزي. لا، أخطاء حسب تمام لغة البرمجة اللي هي LUA إصدار 5.1 اللي إحنا بنستخدمها في البرنامج. مثال، أنا مثلا عرفت متغير ونسيت أديله قيمة، هضغط أوكي. لاحظ جات لي هنا إيه؟ طيب هو لازم اضغط اوكي عشان اشوف. قال لك لا، انت ممكن تجيب له سينتاكس تشيك او اف 12 كده، تمام. طيب ايه تاني؟ الخطأ التاني مثلا لما تيجي تستخدم اف، تقول له مثلا اف مثلا لو متغير الاكس بيساوي متغير الواي انت، وتنسى تحط زن. لاحظ لو ضغطت اف 12 قال لك لا. لاحظ بقول لك ايه في اللاين 4، تمام، في اللاين 4 زن، خلي بالك زن اكسبكتد نير اند، يعني انا بتوقع منك تحط لي ايه، ها زن. يبقى هو المفروض ممكن تحطها هنا عادي، مش تفرق معايا عادي، خلاص اتفقنا. لاحظ اف 12 سكريبت اوكي، مفيش اي خطأ، وصلت. ده خطأ. وبرده ممكن لو انت تنسى تنهي الاف، برده خلي بالك، برده اهو بقول لك ايه اكسبكتد اند، لازم تكتب لي اند، تمام. يعني في عندك شوية أخطاء هنا، المدقق النحوي أو مش مدقق النحوي، اللي هو بيعمل تشيك على عملية إيه، شروط لغة البرنامج اللي إحنا بنكتب بيها. دي بعض الأخطاء. في أخطاء تانية لأ، بتظهر أثناء تشغيل البرنامج، ودي أخطاء بالنسبة لنا صعبة، مش صعبة ولا حاجة، يعني إيه يبقى شكلها وحش لما يظهر قدام المستخدم يقول له خطأ في تشغيل البرنامج مثلا، أو شيء زي ديالوج دوت مسج. طبعا ده بياخد على الاقل مني، ها زي ما قلنا قبل كده، تايتل للرساله او البادي للرساله. انا هنسى اكتب التايتل، تمام اهو. وتعالى شغل برنامجك، لاحظ خلي بالك هنا هنعرف ان شاء الله الاخطاء، تمام. بما اننا في الاخطاء ناخدها بقى، بقول لك ايرور، خلي بالك بقول لك في البيج هوم، يبقى في البيج هوم اسم الصفحه الاول، بعدين اسم الاوبجكت بوتون واحد، بعدين اسم الحدث، بعدين رقم السطر. خلي بالك بيبتدي بايه اهو، الخطأ اهو، رسالة الخطأ بتبتدي بايه، صفحة ثم كائن ثم حدث ثم رقم ايه السطر، تمام. بعدين بيجيب لك، بقول لك ايه ارجيومنت، اتنين ارجومنتس ريكوايرد، في عندك ارجومنتس او معاملين او بارامترز ريكوايرد مطلوبين، انت حطيت الواحد، تمام. وجايب لك هنا ايه الاختصار او التريس باك بتاع الايه الستاك، اتفقنا، تمام. ده الايه اللي مخزن في الذاكره، بقول لك في خطأ في الذاكره عندي. طيب فهنقوم بالتالي ايه نعالجها، خلاص. طبعا لما الرساله دي تظهر للمستخدم وهو شغال البرنامج مثلا بعد ما انت عملت له بابلش او عملت له ريليزد، تمام، يبقى شكله وحش، اتفقنا. طيب يبقى درسنا النهارده مهمته، خلاص. طيب وفي برضو عندك اخطاء في تنفيذ الدوال، خلي بالك انا جايب الكلام ده من ملف الهلب، اخطاء في تنفيذ الدوال. بمعنى انا مثلا بقول لو سمحت امسح لي المسار ده وما كانش المسار موجود، او انسخ لي الملف ده والمسار اللي انت حطيته غلط، او الملف اصلا مش موجود في المسار ده، تمام، زي ما هناخد بعد ان شاء الله تعمل مع الملفات والمجلدات. وصلت يا اخوانا؟ يبقى بفضل الله كده عندنا ايه شوية الايه الاخطاء. طيب تعالى بقى نعمل حاجة اسمها ايه ديباج اكشنز. يعني ايه؟ في عندنا اكشن هنا اسمه ديباج. اسمه ايه ديباج؟ ديباج يعني ايه؟ ديباج يعني ازالة الاخطاء. كلمة باج يعني حشرة، وديباج يعني ازالة الايه الضرر، او هنا بمعنى ازاله الخطا او ديباج، تمام. فيها العلامات دول. لو انت فاكر، نبعد التليفون، لو انت فاكر كان فيه
عندنا هنا في الريفرنسد حاجة اسمها ايه، شو ديباج ويندو. ديباج ويندو هي عبارة عن نافذة بتظهر لك، نافذة برمجية ما بتظهرش للمستخدم، بتظهر لك بس أثناء تشغيل البرنامج هنا خلاص. مهمتها تظهر لك المتغير ده وصل لإيه، وده شكله ازاي، وفي خطأ هنا، بيظهر لك بيانات لأثناء التشغيل، بيانات لإيه، لأثناء الإيه، التشغيل. تمام، بتحتاج عشان تعرف يعني مثلا، تعالى هنا هقول له مثلا اكس بيساوي 5، واي بيساوي 10، زد او ديالوج الزد بيساوي اكس زائد الواي، ديالوج دوت مسج اطباع للايه، الزد. تمام، على طول اظهر الديباج ويندو. لاحظ ظهرت تحت اهي الديباج، خلي بالك حصل. لاحظ هو اولا نفس الحدث، ها بيقول لك لوكيشن المكان اللي بينفذ فيه، اسم الكائن بروجكت اون ستارت اب، نفس حدث اون ستارت اب، نفس حاجه، لا نفس حاجه حاجه. تمام، طبعا انا مسحتها، تعال اجربها تاني. اهو طيب، هنا البيج هوم، لاحظ الترتيب بقى بيحصل امبرولود، ما حصلش حاجه. طيب تعالى اضغط على الزرار ده اهو، لاحظ قال لك ايه، ها واحد السطر الاول، ها فين في البيج هوم بوتون كذا، ها عرف متغير اسمه اكس، عرف متغير وظهر لي الاكس. فبالتالي لما جه هنا نفذ دي، اضغط اوكي، لاحظ قال لك ايه، تريس. تمام، تريس يعني المسار بتاعي، لاست ايرور صفر، يعني ما حصلش خطأ، الخطأ صفر الحمد لله، يبقى ايه، سكسس، الملف نجح، وصلت يا اخوانا. طبعا انت ممكن تكتب ايه جوه، بياخد منك اوامر برضه. خلاص طيب جميل، يبقى كده عرفنا ان ده بيعرف لي شويه حاجات عايز نستخدمه واستخدمه. ممكن بتستخدمه عشان تعرف المتغير بتاعتك ايه، وصل ايه، طب انا اخطات في ايه، المتغير ده ماشي تمام، طب هو 10 وده زائد اكس تمام، يعني بيعرفك انت شغال ازاي. ان شاء الله هنستخدمه في مشروعنا عشان نقوي نفسنا فيه. ممكن تكتب هنا اكزيت او ايه، او تخرج من خلال البرنامج بتاعنا. تمام، طيب تعالى بقى ناخد اكشنز للايه، للديباج. تعالى هنا في ملف الهلب بسرعه، سكريبت هنا هتلاقي هنا، لاحظ انا بقول لك ايرور هاندلنج، الاخطاء اللي احنا اتكلمنا عليها اهو، طبعا شويه اخطاء، والفانكشن ايرور هنا، الديباج اكشن، اول اكشن، اول اكشن فيه اهو خاص، بيقول لك ابلكيشن جيت لاست ايرور، يبقى ابلكيشن اهو، ناخد ده كوبي نحط هنا. تمام تمام ده اول واحد، نشوف مهمته ايه اهو، ابلكيشن جيت لاست ايرور يا اخوانا. تعالى في ملف الهيلب بيقول لك ايه، ده اهم اكشن ليه، عشان تشوف حصل مشكله ولا لا، عشان مشكله حصل ايه، مشكله ولا لا، اتفقنا؟ طيب لو حصل مشكله هيرجع لك رقمها، اتفقنا؟ لو حصل مشكله هيرجع لك ايه، رقم. طب لو ما حصلش مشكله هيرجع لك صفر. طب ايه رقم المشكله؟ اه، ما هم بتوع البرنامج اللي برمجوا البرنامج عملوا مجموعه من الارقام تقول لك والله الخطا كذا، يبقى الخطا اللي رجع لك رقمه كذا، يبقى ايه، يبقى والله لو سمحت يبقى السبب بتاعه كذا، الخطا رقم كم كذا، سببه كذا. فاكر لما قلت لك ما حصلش خطا فبالتالي رجع لصفر؟ لاحظ انا بقول لك ايه، زد فاليو از 6 وصفر، يبقى لو ما حصلش خطا صفر هيرجع لك. يبقى امتى الملف بتاعك يكون ناجح، امتى الملف بتاعك يبقى الحمد لله تمام، لو ايه، لو القيمه اللي هترجع من هنا، ها يا بنده، بيساوي صفر، بيساوي ايه، بيساوي صفر. جميل، يبقى كده احنا عرفنا ان ده هيساوي ايه، صفر، في حاله ما اذا حصل اخطاء، ما اذا لم يحصل اخطاء. طب لو حصل خطا هيرجع لي ايه، رقمه 1000 مش عارف ايه، او 1013، 1240، 1513، اي رقم يرجع لك هنعرف دلوقتي ايه سببه وهنتعرف. بس اهم حاجه نعرف دلوقتي لو المشروع بتاعي نجح الحمد لله والكود بتاعي نجح، صفر ايه مش هيرجع. طيب يبقى ده بياخد منك ايه، بياخد منك تغير يحصل فيه رقم الايه، يحصل فيه رقم الكود. تعالى هنا اهو، هطبع الرساله دي من غير اي حاجه، اقول بس اطبع للزد بس، وهنا يحصل لي خطأ، صح هيحصل خطأ،
ايه هو الخطأ ان لازم متغير تاني؟ فاكر لما كنت بقول لك برامتر، لاحظ هنا اقول له ايه بقى، هعرف متغير اقول له اي متغير وليكن اكس بيساوي ابلكيشن او ديباج دوت جيت، مش هنا مش ديباج هنا، تمام ابلكيشن اهو دوت جيت لاست ايرور جيت ايه اهو، يعني هات لي اخر خطأ، هات لي ايه اخر خطأ. تمام تعالى هنا شوف بيقول لك ايه عليه اهو، بيقول لك ابلكيشن دوت جيت لاست ايرور. خلي بالك هو ده محطوط جوه الابلكيشن لكن مخصص لمين؟ ها للديباج، مخصص ايه للديباج. تعالى بيقول لك اهو ريتيرن ذا لاست ايرور كود، بيرجع لك بنمبر، ما باخدش منك حاجه، بيرجع لك بس اهو this is the check whether the error occurred while performing the last action، يعني لو اي حدث خطأ او خطأ حدث هيرجع لك رقم، بيرجع لك بايه؟ برقم. رقم منين؟ من الارقام اللي هندخل عليها دي دلوقتي، كل دي ارقام، يا كل دي بيقول لك 999 بيساوي unknown error code، كود انا ما اعرفوش اهو، خلاص من 1000 هنا احسن، من 1000 ل 1099 مرتبط بالفايل، من 1100 لحد 1199 مرتبط بكذا، من 1000 كذا 1000 كذا، انت فاهمني؟ مش هنحفظ الجدول ولا هنيجي يمه خالص ولا هنيجي ناحيته خالص هنا، تمام؟ احنا بس بنعرف اللي حصل خطأ. تعالى اهو بقول له لو حصل خطأ اهو شوف لي هنا الايه الخطأ، ولو سمحت ديالوج دوت مسج اظهر لي رقم الخطأ، بس ما اخطاش تاني بقى، ما جاش اخطأ تاني، يبقى هنا احنا عارفين اللي هنا هيحصل ايه خطأ، تمام؟ هيحصل ايه هنا خطأ، وهيطلع لي رقم الايه الخطأ اللي حصل. ظهر الخطأ اهو، تمام تمام طيب تعالى نشوف، يبقى هنا مش هنا، تعالى اهو حطه هنا application dot last error، لاحظ هنا الديباج، تعالى نشوف حصل الخطأ، تمام تعالى شوف هنا الايه اللي هيجي، تمام طيب هنا 15 ابلكيشن جيت لاست ايرور ما حصلش شيء، لكن هنا لما جه طبعا زد طبع لك الرساله ايه مره واحده. طب تعالى ناخد ايه مثال تاني يظهر فيه الخطا، يظهر فيه الايه الخطا، نختار مثلا ايه اكشن وليكن اللي انا مثلا انسخ ملف من ملف، ما هو قايل تمام انسخ ملف، سيبك اللي انا هنسخ ملف ازاي دلوقتي، اقول له مثلا فايل، حتى هتلاقي في ملف الهلب اهو مثال اهو فايل كوبي اهو، تمام اهو فايل دوت كوبي من مكان لمكان، سيبك اللي انا ازاي هقول له مثلا ايه ماشي، هو بالفعل ما عنديش هنا خلاص، طب اتفقنا. تعال بقى ندخل، تعال نشيل ده خالص اهو، طبعا لما انسخ انا الملف ده للمكان ده يروح يبحث عن الملف ده ما يلاقيهوش، فبالتالي هيجيب لي في ايه في الديباج خطأ. تعالى تمام انا ضغطت عليه، لاحظ ها بيقول لك فايل لوكيشن، لما جينا نفذه السطر السادس قال لك تريس لاست ايرور 1122، الخطا رقم كام؟ 1122، عنوانه ايه؟ بيقول لك ديستنيشن دايركتوري دازنت اكزيست، مش موجود. طيب انا عايز اعرف للمستخدم، خلي بالك بقى الملف اللي انت عايز تعمله كابو مش موجود، ما عجبش المستخدم يقول لك البرنامج بتاعك بايظ اهو، هقول له ايه؟ خلي بالك هقول له اف، اول شيء هجيب الخطأ بتاعي، يعني بعد كل اكشن اجيب ايه الخطأ اهو، هقول له عرف متغير وليكن اسمه اي اسم، أو مثلا ايرور، ايرور مثلا نمبر بيساوي ابلكيشن دوت جيت لاست ايرور اهو، بيجيب لي اخر خطأ، هقول له هنا اف، لو ده ما بيساويش صفر، ها ما بيساوي صفر يعني ايه؟ ما احنا قلنا لو هو نجح يبقى هيساوي صفر، لو هو اهو لا يساوي الصفر معنى كده اللي هو فشل او في خطأ، زين اهو اقول له ديالوج دوت مسج، طلع له رسالة وقول له ايرور حصل خطأ، قول له ده لحد دلوقتي unknown error،
تمام، قول له حصل خطأ غير معروف، هنحدد له بعد كده. بس ايه، لاحظ الدالة دي عشان تجيب لك خطأ، تمام؟ اهو ماشي، تعالى اعمل كوبي انر ايرور. ليه الملف بتاعك مش موجود؟ تعالى هنا الخطأ اهو 1006 1022 موجود، بس في عندك انا طلعت الرسالة خلاص. طيب ده اول اكشن. طب ما انا عندي فكرة حلوة، عندي فكرة حلوة، في عندك هنا كود جاهز اللي هو طلع لك الخطأ، اد كود كويك سكريبت. تعالى هنا الايه الايرور اهو اهو تيست فور ايرور، لاحظ. بس ايه، كل الكلام ده دلوقتي ملناش دعوة بالايه باللي هو عمله ده، هنيجي دلوقتي عليه، تمام؟ هنيجي ايه الوقت عليه اهو، لاحظ. ممكن تجيب الكود من هنا، اقفل ده، ده كود جاهز هنجيله في الباقي. طيب ده اول شيء، ابلكيشن اكزيت سكريبت، عرفنا اللي بيجيب لك الكود اهو، لاحظ جاب لك الايه الكود. طيب يبقى احنا كده بفضل الله عرفنا الكود، تمام. طبعا انت ممكن تعرف بدل انت الرقم ده مش ده رجع لك برقم، ممكن تطلعه للمستخدم اهو، تقول له ايرور كود زي ما هو طلع المستخدم بره، حطه في راس الايه الرساله وتعالى نفذ. ممكن تطلع لك الايه 1022، تمام. فطبعا مش هتدي المستخدم دليل بالاخطاء، تمام، معلش اعذرني، انت اصلا انت شخصيا ما تعرفش الايه رموز الاخطاء، فمش معروف هتدي للمستخدم دليل اهو، هتقول له هتطبع الورقه دي وتقول خد مثلا عامل لف بي دي اف، وتقول له لو حصل لك خطا من كذا لكذا اعمل كذا، لو حصل لك خطا خلاك. هو من هنا مترقب 1000 واحد 1000 واثنين 1000 وكذا، انت فاهمني؟ مش معقوله مثلا 1200 ويروح يدور يلاقي 1000 ومش عارف ايه، انت فاهمني؟ طيب انت هتريحه وهتعمل شيء دلوقتي خالص، هتريحه وتعمل ايه شيء دلوقتي خالص. طيب الكود اللي بعده اهو، خلينا في الديباج اكشن، اكشن سكريبت جايد ابلكيشن خلاص. قال لك في عندك، في عندك ايه داله، خلي بالك مني، اسمها تيبل ايرور مسج، تيبل ايه ايرور مسج خلاص، خلي بالك من دي. في عندك داله اهي اهو ات ران تايم، في حاجه اسمها كولد تيبل مسج، ده جدول، اسف مش داله، ده جدول خلاص. في اندكس اسمه ايرور كود، اندكس اسمه ايه ايرور كود، اتفقنا يا اخوانا؟ طيب ولما تنده على ده والايرور كود، طبعا هو محجوز مكان في الذاكره بالكود اللي انت ظاهر له، يعني بمعنى ايه عندك اصلا كود محفوظ في البرنامج. شفت اللي احنا كنا فتحنا دلوقتي اللي هو ابلكيشن دوت اكزيت، اهو نقول له مثلا ايرور ايرور كودز، في عندك جدول في الايه في الذاكره، في ذاكره البرنامج مش الذاكره عندي، هو متعرف جاهز. الرقم 1001 عندي جدول اسمه اهو، اسم الجدول اللي احنا كنا فيه دلوقتي اهو، هات اسمه هو ده، تمام، ده جدول. اول ما تلاقي، خلي بالك من الحته دي، اول ما تلاقي الشرطه دي اعرف ده متعرف في البرنامج، متعرف تلقائي من البرنامج. اول ما تلاقي الشرطه تعرف البرنامج متعرف ايه تلقائي، في جدول متعرف تلقائي للايه للبرنامج، في الاندكس 1001 في الرساله دي، تمام، الفاليو بتاعها دي الاندكس، يبقى اسم الجدول 1001 كذا، 1002 كذا، 1003 كذا. طيب طب ما انا عرفت اسم الجدول موجود عندي ما بيتغيرش خالص، وعرفت الكود اقدر اطلع رساله، فاكر من الجدول اقدر اطلع رساله؟ اه تعال اهو هاخد ده كوبي اهو، خلي بالك انا مش بعد كده هتاخده كوبي، انت بعد كده كده هتجيبه جاهز، تمام. ممكن اطلع للمستخدم الرساله اهو واقول له هنا خطا، او اطلعه له هنا مره واحده، هقول له الجدول ده ها اجيب له الاندكس. طب ما هو الاندكس طلع لي هنا، انا بقول له ايه لو الايرور نمبر ما بيساويش صفر، مع كده اللي هو فيه حصل خطا وجالي رقم، هقول له لو سمحت روح طلع للمستخدم رساله بالايه بالرقم ده، تمام، يعني روح للجدول، تمام، وهجيب بداله الاندكس، بالتالي هتظهر لي رساله الايه او الفاليو اللي مقابله ليه،
خلاص تعالى شوف اهو، لاحظ ده رقم الخطأ، ديستنيشن دايركتوري دازنت اكزيست. يعني ايه؟ اي خطأ يحصل من المستخدم احط له الكود ده. ريح دماغك، انت مش مطالب بده كله بعد ما تعمل كود وخاف اللي هو يفشل. كود بروبرتي تيبل، اسف، تيست فور ايرورز، وسيبها ومالكش دعوه. بس هو تلقائي لو لقى خطأ تمام هيطلع له اهو، هيقول له خلي بالك خطأ، وهنا يطلع له رسالة يروح الجدول وياخد الخطأ اللي هو رجعه من هنا وايه، ويجيب له رقمه، فبالتالي تظهر له الرسالة بالايه، بالكود اللي انت عايزه. وصلت؟ تمام، ده اول شيء. تمام، ان شاء الله نكمل الدروس القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.